السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنجرب دلوقتي الحروف الفرنسية. جربنا قبل كده الحروف العربية والحروف الإنجليزية من التطبيق بتاع الواقع المعزز النسخة المطورة. نختار طبعا الحروف الفرنسية، ننتظر لحد ما البرنامج يفتح الكاميرا وبنعرض الكروت. احنا طبعنا الكروت أبيض وأسود، الكروت ممكن تطبعها أبيض وأسود أو تطبعها ألوان المتوفرة عندك، أو ممكن حتى تعرضها على موبايل تاني. نبدأ مثلا بحرف ال T. بيظهر المجسم، نقدر نلف حواليه 360 درجة، نقدر نصغره، نقدر نكبره، نقدر نتحكم في الحركة بتاعته. وعايزين نعيد النطق، عايزين نخلي الحركة جاية. عايزين نكتب الحرف، نعلم الطفل كتابة الحرف بالطريقة الصح، نتنقل ما بين الحروف، نغير الكارت مثلا، نجيب حرف نقدر نتحكم في الحجم بتاع الدب، نتحكم في الحركة بتاعته، وهكذا برضو في بقية الحروف. طبعا باين الدقة بتاعت الجرافيكس. أن الفتحة تأتي فوق الحرف هكذا: سين فتحة سا. رائع، لقد وجدت حرف السين مع السلحفاة. حرف السين. أشكال حرف الباء. استمع ولاحظ الإشارات. باء فتحة. Heart. القلب. عنصر. هيدروجين. رمزه الكيميائي H. يعتبر من الجهاز العظمي. الوصف: مجموعة عظام ترتبط ببعضها زائد واحد يساوي اثنان. لاحظ عربة وعربة أصبح عربتين. لاحظ يا بني أننا نضيف الموجود في العددين. نحن أولاد، نحن بنات، نحن تستخدم للأسماء الإشارة. لاحظ يا بني الزرافة بعيدة عن الفيل. إنها الساعة 12:30. واحد، اثنان. Airport، ميناء جوي. Apple، تفاحة. Complete the following question.